إذانا ببدء مرحلة جديدة في حياتهم. يحتفى بهؤلاء الخريجين من أطفال التوحد انتقالهم إلى مرحلة الدمج في المدارس العامة. هنا نقص الكتب. مكتبة. شاطر. 4 سنوات من الجهد والعمل التطبيقي على برامج التعليم والتأهيل والتدريب من قبل المختصين في مجال التربية الخاصة بمؤسسة حضرموت للتوحد، كللت بتخرج 8 من الأطفال المنتسبين إليها ممن يعانون اضطرابات التوحد ومتلازمة داون، بعد أن باتوا مؤهلين لخوض عملية الدمج مع نظرائهم الأصحاء من طلاب الصفوف الأولى في المدارس الحكومية والخاصة. الحمد لله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، مؤسسة حضرموت التوحد اليوم تحتفل بتخرج دفعة من طلابها، وهي الدفعة الثانية، ونناشد أخواننا في التربية أن يكونوا لهم عونا، حيث أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى أكثر رعاية من قرينهم الأصحاء. ويعرف الأطباء والمختصون في مجال التربية والرعاية الاجتماعية التوحد بأنه اضطراب عصبي يلاحظ على المصابين به عادة منذ السنوات 3 الأولى، مؤثرا على نموهم وقدرتهم على التواصل والتفاعل الاجتماعي المتبادل، الأمر الذي يتطلب عناية ومعاملة خاصة. يتم التعامل مع طفل التوحد داخل الجمعية بحذر، كل طفل على حسب حالته، من خلال تعديل السلوك والعناية الذاتية والجلسة الفردية والنشاط الجماعي، ويتم وضع برنامج ويتم التنسيق ما بين الجمعية والأهل من خلال تنفيذ هذا البرنامج. ومع ما يشكله هذا الإنجاز من بارقة أمل لعائلات أطفال التوحد، هو أيضا محاولة من المختصين للفت أنظار السلطة والمجتمع لخلق اهتمام أكثر جدية بهؤلاء الأطفال الذين تزايدت أعدادهم في السنوات الأخيرة. فهذه المؤسسة غير الحكومية والتي يرتهن استمرار خدماتها لهذه الشريحة من الأطفال على ما يقدم لها من التبرعات الخيرية، لم تتمكن حتى الآن من استقبال سوى نصف عدد الحالات المسجلة لديها والبالغة نحو 400 طفل توحدي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.